السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. موضوع هذا الفيديو مضاعف أو مزدوج، أخذت فكرة من زد أوتاغو جيل اللي هي رسم التوأم، فقررت أن أرسم ريم ورام. كان نفسي أرسمهم من زمان مع أني ما شفت الأنمي تبعهن. أخذت يوم راحة ولكني راح أنزل الفيديوهات الباقي أكيد تبعت امبارح واليوم، وأنا صراحة جدا 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 حابة النتيجة الحمد لله. يعني نقلت عن صورة ولكني يعني ما لونت مثل الصورة الأصلية، عملت زي وكأنه بس استخدمت لونين حبرين، حبر لونه زهري هيك إشي على أحمر، ولون حبر أزرق حتى مكسور، يعني عشان تشوفوا كديش الوضع يعني جدا مأساوي. ما شفت غير هذا الكلام عندي موجود، وعشان برضو تشوفوا إنه بأي قلم ممكن تطلع نتيجة منيحة. في بعض الأسئلة اللي راح أجاوب عليها. من جوهرة القصر بتقول ليش ما تطلعين تعليقي، أنا أكتب قصدي. طيب متأسفة، ممكن لأني ما أنتبه للتعليق أو أني ما أقرأ. إذا عادي تكمل بالشهر الجاي التحديات، يعني تحدي إنكتوبر. شوفي، يعني هو التحدي عبارة عن أنه أنت تقيسي مستواكي في الرسم، يعني أو أنه تتحدي نفسك. بس هو خاص بشهر أكتوبر، يعني شهر 10، بس فيش مشكلة إنك تعمل تحدي لنفسك بعد هذا الشهر، فيش مشكلة لأنك أنت ما كنت فاضي بشهر 10، عادي ننتظر إبداعك. فتاة الظلام بتقول إنها خايفة ترسم على حائط المدرسة أو حائط الصف، ممكن أو حائط المدرسة. بتقول إنه المعلمة والطلاب حبوا رسمها فقالوا لها إنها ترسم على الحائط. شوفي، أنا عن تجربي للرسم على الحائط، يعني تجربة حلوة بس إنه لازم تكوني فيها دقيقة وتأخذ كثير وقت، وبدك كل تفي ترجع لورا مشان تشوفي الصورة كلياتها، يعني تشوفي شو أنت رسمتي لحديت هسا. تقدرش تظلك مكربة على الحائط. بس إذا أنت خايفة بالأول جربي على حيط مثلا جدار داركم اللي مش مبين أو اللي ممكن تدهني مرة ثانية، حاولي جربي. او مثلا انه ارسمي على ورقة وهي معلقة على الحيط وشوفي اذا بتطلعي نتيجة حلوة، واذا ما زبطت معاكي بمش تعلمي لقدام واعتذري من المدرسة. فيش فيها تقولي لهم لا، عادي. يعني اذا انت خايفة انك مثلا ممكن تخربي اشي او انه مثلا ما يعجبهم النتيجة، او اول اشي لازم تكوني واثقة من نفسك، بس انه بالاول قيسي قدراتك، وإذا عن جد شايفة إنه حالياً مش هي الفترة اللي هي لازم تبدي فيها ترسم على الحيط، احكي لهم بشكل صريح وواضح إنه أنا خايفة إني أرسم على الحيط وإني أغلط مثلاً. مع إنه في ممكن يجيبوا لك دهان الحيط نفسه وتدهني محل الأخطاء، يعني ما بعرف إذا أنت رح ترسمي بدهان أو لا، مش مبين في التعليق، ولكن أتمنى لك التوفيق. سؤال من زهرة بتقول ناه، هل تدربتي على رسم اليد والمسكات وهكذا لأنك جيدة في رسمها؟ وإذا لا فما رأيك، ما هو سبب مقدرتك على رسمها بدون تدريب؟ أول شيء أنا يعني في هذه الفترة بالفعل قاعدة بتدرب، بس إنه ما زلت يعني في مرحلة التدريب يعني، وكثير ساعدني النقل صراحة. فزمان يعني كنت بس إني أنقل، و يعني كنت منيحة في النقل في رسم الوضعيات اليدين. أما هسه يعني عشان أتعود إني أرسم من خيالي فكعدي بتعلم إني أرسمهن شوي شوي، يعني الحمد لله نتحسن كعدي. فأنت في البداية يعني حاولي إنك تتعلمي الأساسيات رسم اليدين وشوفي أني أنسب لك وتعلميها، لأنه في كثير أساسيات وصراحة مش كلهن أنا يعني حبيتهن أو تعلمت عليهن، بس في واحدة حاببتها كثير، ممكن إني أعمل فيديو على هذا الإشي. ويا هذا هو. زينة ماضي بتقول أبرار كيف بتحافظي على رسوماتك، يعني طريقة الاحتفاظ فيها وخاصة اللوح أو اللوحات، يمكن قصدك ما بعرف قصدك اللوحات يعني الكانفاس. إذا الكانفاس فأنا يا إما بعلقهن فوق بعض على الحيط، عندي يعني مسامير مخزكة في الحيط، او انه مثلا طوالي برسم رسمي مثلا للقناة بس يبكى المقصد منها اني اعطيها هدية لحدا. اما رسوماتي الاوراق
إذا اللي بيكون على سكتش بوك عادي بخليه بسكتش بوك، أما مثلا الأوراق زمان كنت أرسم على ورق بريستول اللي بيكون حلل يعني محلول، فلما أخلص منهن أروح أعملهن أقواس أو إنه بالمطبع يعني بنعملهن أقواس مثل سكتش بوك أو مثل دفتر سكتش بوك. أنوار عبودي بتسأل هل جربتي ترسمي بأقلام الفحم ولا لا؟ بلا جربت من زمان، كنت بس أرسم أصلا بالفحم زمان، مش إنه بس يعني زمان وإحنا صغار كنا نستخدم الفحم، واشتريت جديد قلم فحم إن شاء الله راح أعمل عليه فيديو. ديما أحمد بتقول أنا ألون بألوان الخشبية والحمد لله وجيد بها أو جيدة بها، لكن مشكلتي الوحيدة هي عندما أدمج باللون الأبيض الأماكن الغامقة تصبح فاتحة، ما هو الحل؟ وظيفة القلم الأبيض إنه يدمج، وبنفس الوقت هو بنطي لون فأكيد راح يفتح المنطقة، فممكن أنت بعد ما تستخدم اللون الأبيض تحطي فوقه برضه طبقة غامقة ممكن. راما حرباوي بتقول أبرار أنا كل ما يقولوا صديقات الرسمات وإن الرسمات وإنتي إنكم تقعدوا ساعتين وخمس ساعات أنصدم، وإذا حاولت أقلدكم ما أقدر أخلص الرسمة إلا بعشر دقائق، وهدف التطور مع أني ما أقدر أقعد أرسم أكثر من عشر دقائق، إيش أسوي؟ يمكن قبل بمقطع حكيت عن هذا الإشي، أو قبل مقطعين يمكن إنه في بيت نفس الشيء حكيت لها تصير تعود نفسها، أو إنه ممكن هذا الإشي بيجي يعني لقدام، إنك أنت لما تصير تطلع على التفاصيل تطلع على الدقة في الرسمة كيف مثلا تلوني هذا الإشي شوي شوي، يعني بجوز أنت ما قاعدة تستخدم كثير درجات ألوان عشان هيك بتخلص الرسمة بسرعة، أو إنك ما بتطلع على التفاصيل كثير، فهذا الإشي شوي شوي بتصير تلاحظيه على نفسك وعلى رسمك، إنك تصير تلاحظ التفاصيل وترسميها وترسمي مظبوط يعني أو تلوني مظبوط، فهذه مش مشكلة يعني مع الوقت بتصير تتعلمي من نفسك. إسراء جبارة بتقول بالشهر القادم ناوي أشتري أدوات جديدة وحأجرب الألوان المائية لأول مرة، بشو تنصحيني؟ أول شي جيبي فراشي ناعمي بأحجام مختلفة مشان تتعلمي عليها وتتعودي عليها، وإذا قصدك بالنسبة للألوان المائية نفسها يعني شو أي ألوان يعني أنصحك فيها، فيش مشكلة ابدي بالأول بالألوان الرخيصة مشان تتعودي عليها وبعدها صيري اشتري أشياء يعني ذات جودة أفضل. أما بفضل إنه يكون كفيديو يعني إني أعمل عن الهاكس أو إنه كيف يعني مثلا شو التقنيات أو الأشياء الأساسية للألوان المائية، لأنه بنفعش بس بالحكي. أب عمر بيقول أنا فاشل في التلوين أو اختياري بنوع الألوان، مش عارف ليه المشكلة. دقق بالصورة اللي أنت بتنقل عنها، أول إشي شوف صور أنت بتنقل عنهن، دقق بالصورة شوف إنه في هناك اختلاف في درجات الألوان، شوف شو اللون الأساس للرسمة لون فيه، بعدين صير غمق بالألوان بالمناطق المظللة. يعني أكثر إشي بقدر أقول لك إياه إنه تلاحظ بين الرسمة اللي انت قاعدة تنقل عنها شوف كيف ألوانها، وصير حاول جيب نفس درجة اللون الموجودة بالصورة. كوتشا بيقول نفسي أسمعي تنطقي حرف القاف، مسكين مسحوب عليه. أول شيء لهجتي هي مثلا الحرف القاف احنا ما بننطقه كثير، بنقول إك بدل إق، لهجة يعني مش إشي ثاني، يعني مثلا بدل ما أقول قلم بقول كلام، أو بدل ما أقول أقلام بقول كلام. فالاختلاف بين اللهجات المفروض انك او انك تستوعبها، خصوصا باليوتيوب يعني. وبالعكس مرات اتحدى لهجتي زي ما حكيت لك بالتعليق او حكيت لك بالتعليق انه مرات بقول اقلام او بقول قلم، لاني عن جد مره شفت في فيديو انا كنت احكي عن الاقلام اللي انا اشتريتها تبعت التاتش 5 ماركرز، واغلب مش اغلب التعليقات بس كثير في تعليقات بتقول اسمه قلم مش كلام. يا أخي هاي لهجتي، إذا بدك تتمسخر عليها بقدر أتمسخر برضو أنا على هجتك، يعني لما تقول قلم أو يعني فلسطين فيها عدة لهجات، منقول في منهم بيقولوا قلم، في منهم بيقولوا ألم، في منهم بيقولوا قلم، في منهم بيقولوا كلام. هاي هي. وبس أتمنى أن هالرسمة عجبتكم، شكرا لمتابعتكم الفيديو، وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.